مساكم الله بالخير. الطاقة الإيجابية هي طاقة الحياة. الذرة هي المادة اللي الله سبحانه وتعالى خلقنا منها، وخلق هذا الكون كله من نفس المادة. الذرة في داخل جسمنا تصدر ذبذبات تحمل طاقة الحياة من أجل تعمير هذه الأرض بالمحبة والحكمة والسلام. الإنسان قادر بوعي أن يحدد نوعية الطاقة اللي يريد يستقبلها، طاقة الحكمة، المحبة، الفرح، السعادة والتسامح. إحنا مسؤولين مسؤولية تامة عن كل طاقة نستقبلها، لأن هذه الطاقة سوف تتجسد من فكرة إلى مشاعر. إذا كانت طاقة إيجابية سوف تشرح القلب، فعلى طول نبتسم. الابتسامة هي دليل تجسد الطاقة الإيجابية في داخل قلوبنا. من الابتسامة تتحول الطاقة الإيجابية إلى قول إيجابي أو فعل إيجابي. مثل الضيف، لما يجي الضيف البيت يطرق الباب، ما نفتح نقول من، لنتأكد أن هذا الضيف هو صديق. إذا دخل بيتنا بيبهجنا بيسعدنا، أو عدو بيدمرنا إذا دخل بيتنا. الفكرة أيضا هي ضيف تطرق باب العقل، فلازم نقول للفكرة من، ما هو مصدرك أيتها الفكرة. إذا كانت فكرة سلبية على طول تقبض القلب ويتحول إلى قول غاضب، فعل غاضب، سلوك غاضب، يحدد طريقنا في الحياة. وليس طريقنا في الحياة فقط، إنما هذه الصحة وهذه العافية التي لا تقدر بثمن. الطاقة الإيجابية ترفع مناعتنا، تقوي جسمنا، تمنحنا الصحة والعافية. الطاقة الإيجابية تغير حياتنا نحو الأفضل. حياتكم سعيدة.